اهلا بيكم وحلقه جديده ومين فينا. معانا النهارده نجمه جميله تحس دايما قد ايه انها قريبه من قلبك لانها بجد صادقه. معانا النجمه الجميله حنان ترك. كل سنه وانت طيبه يا حنان. وانت طيبه، منورانا. ميرسي حنان. احنا في برنامجنا بنحاول نعرف حنان ترك الانسان. هتسمحي لنا بده؟ تعالوا اشوف معاكم. خلاص. حنان، ايه اكتر دور حسيتي فيه ان هو قريب من حنان ترك الانسان؟ يعني احلى الاوقات مثلا. احلى الاوقات مثلا فيها انه سلمى كانت جواها حاجه كسراها طول الوقت، ومع ذلك هي حاسه نفسها انها دي. في منها في حنان شويه. ده عند حنان؟ في منها في حنان شويه. في طب إيه انها ايه اللي كسر حنان؟ كان في الاول قبل كده، قبل الحجاب، اللي كسرني دايما وانا ببص ان ربنا سبحانه وتعالى مديني كل حاجه وانا مش محجبه ومش بعمل حاجه، يعني مش برد. طبعا انت مهما رديتي على يعني على نعم ربنا عليكي، يعني ما فيش حد عوض نعم ربنا عليه خالص اطلاقا. ولكن الواحد دايما اتعودنا او اتعلمنا ان احنا زي ما بناخد زي ما بندي. مظبوط. ايه اللي عند ربنا سبحانه وتعالى؟ بنعرف ناخد كويس قوي وما بنديش وما بن... وهل نظره المجتمع فعلا بتبقى مختلفه؟ بصي انا دلوقتي مش عارفه اقولها لك قوي لانه انا شغاله لسه، بقى بخلص اولاد الشوارع فمش عارفه الاقي وقت قوي اقدر اقول لا بقوا يبصوا لي ازاي او الناس بقت تعاملني ازاي. لسه ما حسيتهاش، ومش هقدر اكلمك على حاجه لسه ما حسيتهاش. بس اعتقد انه ما فيش اختلاف قوي لانه انا لسه موجوده. بصي كده على الشاشه قدامك. مين دول يا حنان؟ لا انت اللي تقولي لي دول مين. دول اللي في الديكور عندكم يعني. انا بسالك، ادوكي احساس بايه؟ ادوني احساس ازدواجيه الشخصيه في بعض الاحيان بالنسبه لاي بني ادم. دي حقيقه حنان فعلا. كل انسان فينا جواه شخصيتين او اكتر او وشين. اكتر. جوه حنان ترك كم شخصيه؟ في واحده طيبه جدا، في واحده شقية جدا، في واحدة خجولة جدا، في واحدة عصبية جدا، في واحدة في بعض الأحيان كاذبة جدا، في واحدة لا في كتير. طب في شخصية حنان ترك مخبيها على طول؟ ما أعتقدش، لو أنا حاولت أخبيها أدواري مش هتسمح لي بده في بعض الأحيان. طب إمتى حنان كانت كاذبة جدا؟ في مواقف كتير، مثلا ان انا اللي بيسموه الكذب الابيض، هو مفيش حاجه اسمها كذب ابيض اساسا يعني مثلا اكون عايزه اوفق بين اتنين او بلاش اوفق بين اتنين لان دي يمكن مسموح فيها يعني الكذب شويه، بس مثلا خلينا نقول ناس كتير مجتمعين وقاعدين بيتكلموا عن حاجه معينه وحنان دخلت فلقيتهم ماسكين مثلا حد عمالين يقولوا عليه ده فلان كذا 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 كذا، فتطلع هي حنان كانها صاحبته ولسه امبارح سايباه، يعني ده فلان ازاي، ده شخصيه عظيمه وده كذا وده كذا، ازاي انت شفتي؟ طبعا ببان ان انا بخ ما فيش لان ما شفتش حاجه، يعني ما اعرفوش اساسا الشخصيه اللي بيتكلموا عليها، بس هو حاجه شبه كده. طب شخصيه حنان مش بتطلعها غير للقريبين منها بس؟ الزوجه والام، لانه مش هعرف اتفاعل، يعني مش هبقى زوجه لاي حد غير جوزي ومش هبقى ام غير لاولادي. عارفه يعني ايه باراسايكولوجي؟ قولي لي. هو علم تحليل الشخصيه من ملامحها. معانا دكتوره مشيره خبيره الباراسايكولوجي. طبعا عارفه حنان ترك كويس قوي، اتكلمت كلام كتير قوي عن ملامح شخصيه حنان ترك. تحبي تعرفيها؟ يا ريت. خلاص بصي يا ستي، واحده واحده هنمشي مع بعض وتقولي لنا ايه الصح وايه الغلط. اوكي. محبه للرحلات والمغامرات. مظبوط. اي شيء غامض. قويه الشخصيه تتلاشى امام صبيها ورجلها. تتلاشى، ده عشان ادم يعني بيبهدلني ولا ما اعرفش هي اللي قالت كده. دي حقيقه فعلا. لا حقيقه صح. طب حصل اي موقف كده؟ ادم ابني شخصيته قويه قوي عليا، يعني ده ادم الصغير ولا الكبير؟ ده الصغير. ده الصغير شخصيه قويه علينا كلنا، يعني مش انا بس، يعني مش على مامته يعني، لا يعني كلنا. طب الحقيقه. طب ايه الموقف اللي انت مش بتنسيه ابدا من ادم؟ طبعا. مواقف كتير بس مش عايزه اقول عشان هو اتضايق المره اللي فاتت. بجد قلت مره قبل كده خلاص. لا احنا مش عايزين نضايق ادم خلاص. يعني قلت مره قبل كده قال لي يا مامي انا بعمل كل ده، انا ما بعملش كده خالص. هو طبعا بيعمل بس يعني فاحنا هنقول هو بقى مؤدب، ادم بقى مؤدب خلاص. خلاص بقى كويس ادم. خالص اوكي. بص يا ستي، بتؤمن جدا بالحب بس بتخاف قوي من الغدر. متهيألي في بني ادمين كتير كده. يعني دي حقيقة.
يعني مش 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 حكايه بخاف من الغدر. الغدر بالنسبه لي بيبقى مرحله مش بفكر فيها لانه ما توقع يعني الحمد لله يعني انا وخالد كويسين وكل، بس ما تخيلش الغدر يعني ده في علاقتي انا في مثلا قبل كده ممكن تكون يعني صداقه مثلا دي في صداقه كتير لقيتها، يعني في صداقه كتير لقيتها يعني لقيت غدر واتخضيت، فعشان كده بقول لك ان انا يعني اسهل لي ما احبش، يعني ما ادخلش معاكي لعلاقه لدرجه الحب، ما بتوصليش نفسك لده، لا مش لازم احبك قوي، يعني ممكن ابقى صديقتك جدا، ممكن اخاف عليكي جدا، ممكن تبقي في مرحله في حياتي حد مهم جدا جدا، بس مش لازم يعني افلتر من جوايا الحب، مش لازم احبك. بتاخدي حذرك كده يا حنان من الاول؟ دلوقتي بقيت كده. بتتشائم من اتفه الاشياء؟ لا ولا بتفائل ولا بتشائم، دي بقى مش انا خالص. يبقى غلط الدكتوره مشيره، غلطت في النقطه دي مش انا خالص. خلاص يعني لما بتغضب دايما بتشتكي ان الناس مش فاهميني؟ لا كتير، وبيبقوا مش فاهميني طبعا خالص. ده حقيقي؟ طبعا خالص، وده اللي بيثير جوايا اني ابقى عصبيه قوي قوي واغلط في بعض الاحيان وببقى زعلانه من نفسي جدا. طيب نروح لفاصل ونحاول نفهم حنان شويه. رجعنا من الفاصل ومعانا حنان ترك. حنان قولي لي، انت برج الحوت صح؟ عندك قناعة بالابراج؟ لا خالص؟ مع انها ساعات بتبقى شبه بعض شويه، يعني مثلا بلاقي ناس برج الحوت شبه بعض وناس يعني، بس مش بقتنع بيها قوي يعني خالص. يعني عمري في حياتي مثلا، ده من زمان قوي، ما قريتش حظك اليوم والحاجات دي. لا هو مفيش حظك اليوم، ولا بس احيانا أبراك. بيبقى في مواصفات عامه كده بتربط الشخصيات ببعض. بس مش ملهاش علاقه لا بالتنبؤ ولا بالقصه دي خالص. لا بصرف النظر، لا يعلم الغيب الا الله طبعا. لا حتى من زمان ماليش في يعني كل ما هو تفاؤل وتشاؤم وكده ما تلاقينيش فيه يعني، ما بس برضو ولا هو تفاؤل ولا هو تشاؤم. لا في ناس ما بيعرفوش ينزلوا الا لما يشوف، الا لما يشوف لا ده غلط، البرج بتاعهم بيقول ايه، ولو مسافر يرجع السفر تخيل. لا احنا كان معانا استاذ محمود سعد، هو قال ان بعض الصحفيين بيكتبوه كده، يعني بيكتبوا البرج كده ملوش اي علاقه باي لا حاجه، لما بيتسلوا ويقوموا يكتبوا اللي جاي على هواهم. انا من زمان وانا بتخيل كده يعني، انا من زمان بتخيل اكد لنا ده فعلا. هي تخيلك صادق جدا يا حنان. طب تعالي نشوف بقى برجك قال ايه عن مواصفات شخصيتك. خلاص يلا حنان. قريبه من القلب قوي، اللي برج الحوت قريبين دايما من القلب قوي. قلبي انا قلب الاخرين يعني. اوكي قلت الحوت. اوكي بيحلموا دايما بالشهره وبيحبوا جدا المنافسه. ده حقيقي المنافسه، انه يبقى في حد لازم يبقى حلم الشهره وحلم المنافسه، يعني دايما بتحبي حد يكون منافسك. اكيد كل الناس نفسهم تبقى يعني يبقوا مشهورين. اكيد مفيش حد يجي له الشهره ويقول لا انا مش عايز يعني، بس المنافسه انا تعطلني. يعني ازاي بتعطلني؟ بتعطلني على طول، اول ما احس انه في حد مثلا جنبي وانا واخده بالي قوي عامل ازاي، لابس ايه، عمل ازاي اداؤه، عامل ايه، اتعطل انا، اقف انا بقى ايه، ارجع 40 سنه ورا على طول. يعني انا احب ابقى ماشيه عارفه الحسنه. والله عارفه الحسنه لما بيلجموها بيحطوا لها حاجه كده، يفضل ماشيين كده كده، ما يبصش كده، ما بيفضل ماشي كده، انا بحب ابقى ماشيه كده. والله يعني يعني هتعطل، وفلان بينافس مش عارفه مين، وفلانه منافسه مين، فاقعد انا ابص بقى على المنافسين واقعد اقول ايه ده عملت ايه. طب انت ما بتحبيش تاخدي بالك بقى من اي حاجه وتاخدي ما بتبصيش؟ مش دعوه، انا مالي، انا ليا اللي انا بعمله دلوقتي هو ده وخلاص. ما بتعرفش تكتم اسرارها خالص يعني، بالعربي كده فاتحه نفسها على طول. ما عنديش اسرار. يعني ما بح يعني كلمه سر دي ما عندي، يعني ما اعرفش اذا كان في حاجه اسمها سر اساسا. بس ما حدش ما عندوش اسرار يا حنان. لا ما فيش حاجه اسمها كده. عندك اسرارك، حياتك، بيتك، علاقتك بجوزك، ما يعني ما فيش يعني ما فيش حاجه تستخبى يعني، فاهمه ازاي؟ خلافات، مشاكل، ما كل دي اسرار حبيبتي. ده انا قبل ما يعني قبل ما بتناقش فيها، يعني قبل ما بشوف حقي فين وحقه فين، كانت بتبقى على صفحات الجرايد، فما فيش يعني
يعني ما عنديش مسألة انه خبي واعمل اصل هاجي مرة يعني انا مثلا اتفقت معاكي على حاجة هنخبيها، طالما اتقالت ما بين اتنين يبقى خلاص يبقى مظبوط. السر ده اللي هو ابقى قاعدة كده واقول يا رب بينك وبين نفسك اللي بينك وبين نفسك ده هو السر، ده انما طالما انا قلته لك انت او هو او هي مظبوط بقى السر، فعشان كده مفيش اسرار في حياتي. سريعه الغضب جدا قوي دي اللي لازم تتظبط شويه. طب قولي لي عملتي ايه بقى خلاكي يعني سبب لك مشاكل غضب يعني؟ اه لا انا على طول كده انا نرفوزه بسرعه يعني مثلا ممكن وايه وبنزل بسرعه برضو يعني بتتوتري من حاجات صغيره؟ مش صغير لا ده انا جلدي حوت زي ما بيقولوا على الابراج. لا يعني لا مش يعني انا بقصد انه بنزل بسرعه يعني ممكن ابقى يعني زعلانه قوي وكلمه صغيره ممكن تهديك انما علشان انا استفز واوصل لدرجه العصبيه لا ده انت لازم تكوني يعني خلاص عملتي اللي ما حدش عمله في الكون يعني. طب تيجي نشوف الباراسايكولوجي والبرج بينصحوا حنان ترك بايه علشان تحقق نجاح اكبر؟ طب يلا نشوف. لازم تصحي بدري. انت بتصحي بدري حنان؟ عاده لما يكون ولادي بس عندهم مدرسه او انا عندي اوردر. غير كده لا. لا انام بقى، انا اصحى بدري ليه؟ اذا كان ولادي مش عندهم مدرسه ولا انا عندي اوردر، طب اصحى بدري ليه؟ خلي بالك من اصدقائك شويه. لا مش مضايق يعني ما عنديش يعني ما بيدخلوش في حياتي لدرجه انهم ممكن ياذوني فمش هاخد بالي منهم، هم حلوين. ما تقلقيش من المنافسه لانك قويه. الحمد لله، بس ما يعني دي حاجه انا مش قلقانه منها خالص، بدليل ان انا يعني ما ببصش، انا طيب. ماشيه في تراك لوحدي كده لو عارفه الحصينه. انا نروح لفاصل ونرجع مع حنان طبعا. رجعنا بعد الفاصل ومعانا حنان ترك. صديق جرح حنان ترك. زمان الكلام ده مش دلوقتي. صديق جرح حنان ترك في وفي صديقه جرحت حنان ترك. احنا نقصد يعني صديقه او صديق؟ لا في الاثنين، في واحد في الاثنين. طب احكي لنا بقى عن واحده واحده. لا مش هحكي خالص. لا خالص، اولا لانه انا مسامحاهم بجد سواء هو او هي، ووصلوا لدرجه انه مش بقوا فارقين في حياتي زي الاول، وده يكفي قوي بالنسبه لهم كعقاب بالنسبه لي. يعني انا لما يعني اجي مثلا اقول لك انا بحبك قوي واجي اقول لك انت مش فارقه معايا خالص، اعتقد ان ده دي اصعب. صعب. فاهمه ازاي؟ بس انا دلوقتي بجد من قبل بقى قصه انه مش فارقين معايا، لا انا بجد مسامحاهم لاني كنت عبيطه. يعني فاهمة ازاي؟ يعني كنت بحسب حساب الكون ده كله بحساباتي انا الشخصية. يعني ما بتحسبش كده. يمكن التجربة دي خلتك تغيري وجهة نظرك شوية في الصداقة؟ ما ده اللي انا بقول لك عليها. يعني من تاني واحدة بقى، يعني هو الأول خلاص عدى، التاني خلاص لما لقيتيها اتكررت بعد كده اتكررت بعد كده خلاص ما قدرتش. طب صديق بقى أنت غلطتي في حقه وخسرتيه؟ غلطت في حقه في كتير بس ما خسرتهمش. لما بتعصب وبتنرفز طبعا بيخرج بلاوي. متريليوز بيتفتح. ما بيتقفلش. لا في طبعا في، بس مش فاكره دلوقتي مين بصراحه، بس الحمد لله ما عنديش علاقه اتدمرت بسبب كده، لانهم عارفين حنان بتطلع تطلع تطلع فيقوموا سايبينها ويقوموا ماشيين. طب قولي لي، في مره طلع كلام جامد قوي 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 ما عرفتيش بقى تصلحي الموضوع ده؟ ما عرفتيش ترجعيه؟ لا، ما لازم حد فينا يسيب المكان ويمشي. يعني انت فاهمه ازاي؟ يعني اذا كنت انا سايره قوي قوي لازم اللي قدامي يسيب المكان ويمشي، اللي هو عارف حنان. يعني الظلم بيعمل ايه في حنان؟ بيقويني قوي. يعني بيخليني ابقى بني ادم فاندام يعني داخل يكسر في كل الكون. وبيقويني صح. يعني لما بتظلم باخد من ظلمي ومن قهري قوتي. طب قولي لي، فاكره مكالمه تليفون حصلت من الاستاذ يوسف شاهين ليكي في الفيلم الاخر؟ طبعا. فاكراها؟ طبعا. قال لك فيها ايه؟ لا، قال لي انه عايزني اعمل الفيلم، وانه مش موافق على وجهه نظري خالص، وان وجهه نظري دي تستاهل ان انت ما تبقيش فنانه،
انت لازم تقعدي تعملي اي حاجه تانية، ربي عيالك بقى، اعملي مش عارفه اطبخي في البيت، امسحي، بس مش لازم ابدا تبقي فنانه. الفنان اللي يطلب منه لازم يأديه، واللي لازم يعني اللي لازم يعمله. المهم ان انا خضعت للتفكير بالشكل ده، وفكرت فيها بشكل انا وخالد، انه خالد يعني ما حبش يقف في 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 طريق مستقبلي زي ما كنت متخيله انه هذا الموضوع في طريق مستقبلي يعني وقتها. وقال لي اعملي اللي انت عايزاه، بس انا مش هتفرج على الفيلم ده خالص، يعني انا مش هشوفه. وفعلا خالد لحد اللحظه دي ما شافش الفيلم. بس لما عملت الفيلم زعلت. ليه زعلت؟ زعلت لاني رجعت في قراري. ندمتي ان انت عملتيه؟ لا، في فرق ما بين ندمت، في فرق ما بين زعلت. طيب زعلتي، هنقول زعلتي. زعلت لاني انا واخده مبدا في حياتي وتخليت عنه ورجعت فيه، فاهمه ازاي؟ ومن بعدها قررت بيني وبين نفسي انه ممكن قوي البني ادم يقع ويقوم، يقع ويقوم، فانا وقعت، فانا دلوقتي هقوم. وقررت من بعدها المبدا ان انا لما اتبس ما اتحضنش، ما تعراش، ما كل الحاجات دي ما اعملهاش في اي افلام. عايزيني كده ممثله اوكي، مش عايزيني مش مقطعه نفسي يعني انه لازم اعمل كده. يعني انا ده مبدئي في الحياه، لما وقع مره انا بصت تماما، فاهمه ازاي؟ وكانه الاخر هو اللي كان هيديني ميه المحاياه. هو فيلم مع مخرج عبقري وعظيم زي الاستاذ يوسف شاهين وحبيبي وصديقي وكل حاجه، بس كان لازم البني ادم اللي عنده مبدا ما يغيرش مبداه ايا كانت الظروف. نروح لفاصل ونرجع مع حنان طبعا. اوكي. رجعنا بعد الفاصل ومعانا حنان ترك. حنان، لو اتكلمنا شويه عن الاحلام، بتحلمي وانت نايمه؟ مفيش بني ادم ما بيحلمش. طب اخر حلم حلمتيه ايه؟ ما اعتقدش، يعني هو يمكن الحلم اللي انا مش قادره انساه لانه مرتبط بحاجه حقيقيه الوحيده اللي انا شفتها، كان بعد وفاه علاء ولي الدين الله يرحمه، وكان بعلاء. كان دخل مكان، كنت ساكنه في المعادي، ودخل هو يوريني مكان، يعني هو مكان فاضي كبير وفيه اعمده ما فيهوش حيطان، فقال لي تعالي تعالي بصي اوريكي البيت بتاعي الجميل، بصي يا حنان بصي بيتي حلو ازاي. فقلت له الله يا علاء، ده جميل قوي، بيت كبير قوي، بس علاء ده لسه يعني مش بيت، ما اقدرش اقول عليه بيت. قال لي لا لا لا، يعني بكره هيتعمل يعني، وهي وبصي اقول لك على حاجه، انت كمان ليكي بيت زيه. فقلت له انا بجد بالكبر ده؟ قال لي اه. قلت طب حلو قوي. وكنا وقتها هنمشي من المعادي ونعزل، ولما عزلت ورحت اكتوبر، فدخلت لقيت فعلا العمدان موجوده، والعمدان ما فيهاش سقف. انا عندي فعلا في في في, في بر يعني بره البيت كده في مكان فيه عمدان وما فيهاش سقف. ف يعني افتكرت اللحظة دي وانا بتفرج على المكان، قلت لخالد على فكرة خالد ان شاء الله هناخد البيت ده. يعني انا شفت البيت ده. قال لي شفتيه؟ طب انت عارفاه؟ قلت له لا انا شفته. فما قدرتش وقتها حتى اربط ما بين الحلم، بس دي كانت الحاجة الوحيدة اللي انا ارتبط فيها حلم بحاجة حقيقية في حياتي. طب حلم بتحلميه لكن نفسك عمره ما يتحقق، خايفة انه يتحقق؟ خايفة انه يتحقق. كان واتحقق. اللي هو ايه؟ الحجاب. طب وليه خايفه؟ كنت خايفه جدا. ما هو لازم الشيطان يكبر لك المسائل جامد قوي، وازاي والشغل ولا لا. فكان بالنسبه لي عارفه اللي خايفه تدعي لا يستجاب ربنا سبحانه وتعالى، انا كنت كده، اللي هو افضل ركعه كده واقول له طب انا هدعي. ويقولوا لي بقى اصحابي اللي سبقوني في الحجاب، يعني يقولوا لي طب ادعي ربنا، يعني كل حاجه بالدعاء. فاقول لهم بصراحه يعني انا خايفه ادعي لا يستجاب، يعني بصي يعني مفيش اصرح من كده. كنت خايفه اللي هو، بس مره بقى يعني دعيت ودعيت بجد، ولما حصلت حسيت انه يعني ده انا كنت ضيعت على نفسي وقت كبير جدا، افضل اقول عايزه ومش عايزه، طب اعمل ايه طب ما اعملش ايه. لا حسيت انه يعني انا بصراحه حسيت ان انا اتحجبت في الرخص،
بس الغريب بقى ان انت اول ما خدتي قرار الحجاب ما بعتيش عن الشغل، ما قررتيش ان انت هتبطلي شغل او تعتزلي. اعتزل ايه؟ ده انا اتحجبت وانا بكمل فيلم وانا داخل مسلسل يوم السبت. ما هو ده الغريب بقى. يعني ما فيهاش غريب، لانه انا مش عارفه بكره في ايه. يعني انا ممكن جدا 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 بكره ما تلاقينيش قاعده معاكي. فين حنان؟ حنان اعتزل. ممكن جدا، وممكن جدا حنان بتعمل ايه دلوقتي؟ بعمل فيلم كذا كذا كذا. حنان فين دلوقتي؟ لا دي سافرت كان عشان عندها مش عارفه ايه. زي ما بيقولوا nobody know، يعني مفيش حد عارف اي حاجه ممكن بكره يبقى فيه ايه. انت حاسه ان الخطوه دي ممكن تيجي؟ الاعتزال. ايوه. هو الاعتزال ما كانش بعيد عني انا شخصيا من قبل كده، حتى من قبل حجابي. يعني دايما حتى انا وخالد والولاد من غير حجاب كنا بنفكر انه هيبقى فيه وقت يعني مامي هتقول لا وخلاص وهتبطل عشان نقدر نعيش حياتنا، عشان نقدر نخرج، عشان نقدر نعمل. ده كان حلم في حياتنا من غير حجاب. يعني ما كانش مرتبط بانه اتحجب علشان اعتزل. لا ما كانش. يعني ادم ويوسف مش عايزينك تشتغلي يا حنان؟ يوسف بيطلب منك كده؟ يوسف لسه كان حد يعني بيسلم عليا في الشارع، فبيقول لي الكلام ده لسه من قريب، يمكن اول امبارح حاجه كده، سلم عليا بيقول لي مدام حنان يا حضرتك اعتزلتي خلاص؟ فيوسف قال باصص لي كده، قلت له لا انا لسه بعمل اولاد الشوارع وكذا وكذا. فاحنا ماشيين قال لي مامي مش ده اخر حاجه؟ اخر حاجه يا حبيبي مش عايزه تشتغلي. حنان بشكرك وبتمنى ان انا ما كنتش ضايقتك في الحلقه اطلاقا. جميله، ميرسي، ربنا يخليكي. وانا بحبك قوي، انت عارفه ده من زمان. ربنا يخليكي حنان، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله باذن الله يا رب نبقى كلنا وانتي طيبه وبالف خير يا حبيبتي.